شفتوا الحركة هذه اللي سويتها؟ هذا الحفرة هذه المخروطي هذا نسميه البحيبح، في اللغة اسمه أسد النمل، يأكل النمل. تيجي النملة تطيح هنا، إذا طاحت من تصعد يطق هو الرمل هذا، ما عاد تطلع النملة مثل ما صورت لكم. أول ما يطق الرمل النملة تقرب للسيدة يمسكها ويأكلها، نسميه البحيبح، وفي اللغة اسمه أسد النمل، ورزقه سبحان الله على النمل. يجي يمشي ينزل بالحفرة يبي يطلع، أبد طق الرمل وتطيح النملة ويأكلها أو أي حشرة ثانية.